نشكرك على الدعوة الكريمة ونشكر أنتم مشكورون على قدومكم والحب. مرحبا مرحبا بالثمرة، مرحبا بالجهاد والكفاح. عنوان في انتظار يوم 50 عنوان في الايام القادمه، ايضا للكثير من المذكرات. السيده مريم مختاري، كتاب حول جميله بحيره احدى جبيلات الجزائر، رئيس بردروس. كل النساء الجزائريات اميات كانوا متعلمات شابات او عجائز، كلهن ساهموا في هذه الثوره. يعني كمدنيات عاملات او كعسكريات. هذه صور حقيقية، يعني ما عانته المرأة الجزائرية من الاستعمار البغيض وما فعله الاستعمار البغيض في المرأة الجزائرية. محطوط داخل شنعة داخل شنعة أيضا على حسب المجال.